Je vais passer le relais à Sehwet, donc qui est président de la Fédération Chambre de Commerce, en même temps de la Chambre de Commerce en Bougeat. Sehwet, peut-être un mot donc, de bienvenue, un ressenti sur ce forum. Oui, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, salam, ala, sharaf, et salam. في البداية أود أن أشكر كلمة التنمية الشرقية على هذا المناظرة وعلى هذا اللقاء، وأريد أن أخبر بأن منذ الأيام التي كانت الذكرى العاشرة للخطاب المولوي السامي تبين بأنه لا بد أن هنا الجهة تتحرك بنفسها، لأنه صاحب الجلالة عمل ما يكفي والحكومة كذلك والسلطات المحلية. فإذا الدور الآن علينا وعلى سكان هذه المنطقة والمنتخب بها وكذلك خاصة القطاع الخاص. في هذا الإطار الآن نهيئ نصور كان في الإطار أن كونستا بور لو بريفي دون لا ريجون. جون لي بارلي أ مي كوليك أن فورم بوتاتر دوران لاني 2014 sur lequel nous allons donner le constat réel des investissements de la région. Quels sont les problèmes? ما هي المشاكل التي يعيشها حقيقيا؟ من بعد هذا الفرصه يمكن الطمئنان. جاء في التدخل ديال الاخوان بانه كاين مؤهلات ديال الجهه الشرقيه. المؤهلات الحاليه لشخص اللي غادي يدير سياحه. اما اللي غادي يستثمر يعني باقي غادي يخص واحد الاعداد ديال الامور باش يكون يعني كومبيتيتيف باش يكون عنده انه يمكن له يستمر. من البعد الجغرافي والغلاء ديال الطاقه الان غير الزياده ديال البترول ما وقع مع الجزائر في كل كيلوغرام ياسر اللي مدينة وجدة درهم زائد. ثانيا غلاء البقع المخصصه والعقار. ثالثا احنا بحال المغرب كله في الاستثمار. والمنطقة الشرقية الجهة الشرقية كانت تمثل أكثر من 6% من الصناعة في المغرب. الآن أصبحنا أقل من 3%. والأقلية اللي استثمرت راها في السبعينات. لأن من السبعينات للثمانين كان ثلاثة العوامل اللي جعلوا المستثمرين يستثمروا في الجهة الشرقية. أولا كانت المغاربة، ثانيا كانت الجهة الشرقية في المنطقة الرابعة، إذن عندها أقصى تشجيعات استثمارية، وثالثا كانت كذلك الحواجز الجمركية اللي الآن ما بقاتش. الآن خصنا لابد من ناحية جبلية، من ناحية عقارية، وكذلك حتى من ناحية ديال المواصلة. لأنه الاستثمار هو السرعة والمواصلة، واللي كنطالبوا به كذلك هو أنه الأمن في المنطقة المسلمة يعني تشتغل بواحد الطريقة لجذب الاستثمار الخارجي فقط من الإخوان طنجة الدار البيضاء مراكش فقط. فإذا إذا كانت هناك بعض الشركات كبرى ممكن يكون الموالين عندنا سكرتونس تكون الجهة الشرقية، خاصة وأنه عندنا العنصر البشري متكون. فإذا هذه عناصر نطالب بها كأفكار في الأول، ولكن اللي بغينا نوصلوا له هو هذا المنتدى ربما هو بداية ونشكر الإخوان عليه، أنه كلنا سواء المنتخبين أو السلطات المحلية أو قطاع خاص نديروا واحد الكتالوج واحد ونمشيو جميع وفوندر لا ريجون كلنا، لانه كل واحد في قطاعه وفي طريقه الجهود يعني تبعثر. فاذا اذا جمعنا هذه الجهود كلها ونمشيو سواء على السلطات الوطنيه او في الخارج راه ممكن نجيبوا واحد العدد ديال الاستثمارات. شكرا سي حمود، ميرسي بوكو. دونك ميرسي، vous dites qu'il faut partir d'un diagnostic et d'un constat. Vous avez balisé les différentes contraintes, notamment en termes de fermeture de frontières ou
donc de transport, du coût du transport qui est de plus en plus lourd, qui a verbalisé toutes ces contraintes. Vous avez appelé, donc, en conclusion, à travailler sur un projet collectif. On disait tout à l'heure, donc, un projet collectif fait ensemble par l'ensemble des acteurs qui serait co-construit, monsieur Noyer, ensemble et en coopération avec toutes les forces pour remettre, donc, ce territoire de l'Oriental en mouvement. Merci beaucoup, Sekou Adjo.